يا شهر يبقى ما يلزمناش نطلعه صدقه.
تكمل. وانت ايه اللي دخل عمك الدلال؟ عم ايه؟ مال خش دلالات مال ايه؟ يا شعب حصل لك مش نفسك؟ والله انا مش عارف. مش عارف ايه؟ انا كل اللي اعرفه ان العربية كانت ماشية وانا قاعد جوا. طب ده عادي انك لازم تقعد جوا العربية وهي ماشية. ايه؟ قلت لها اقفل. مالك؟ انا سايبها ماشية. ايوه ما هي بتمشي وانت سايبها ماشية وانا قاعد جوا. طيب كل واحد في حاله. ايه بقى كل واحد في حاله؟ احنا كنا على خلاف. انتوا مين؟ انا والعربية. والعربية على خلاف؟ حتى ما رضيتش اقعد قدام. ليه؟ انت براحتها هي تمشي. هي مين؟ العربية. مشيت العربية. طيب بعد ما مشيت. وانا قاعد ورا. قاعد فين؟ قاعد ورا. طيب. بس برضه قلبي وتلني. على مين؟ العربية. بكرة ازاي؟ بقيت ابص كده. لها ماشية. قلت اسلميني. اسلميني. وروح داخل. هي بقى تلف تلاقيني قاعد. ربنا يحميك وتمشي. ايه ده؟ غسل عفيف ده. المهم وانا قاعد بقى لقيتني مخنوق. منين؟ الدنيا حار. عملت ايه؟ رحت فاتح الزجاج. فتح الزجاج. زجاج؟ زجاج العربية. ايوه وبعدين؟ فتحت الزجاج. ايوه. دخل هواء. هواء بارد حلو. حلو. والله حلو مرة. نعم. هواء بارد مثلج. مثلج؟ الهواء ثلجني. حصل ايه؟ لقيتني مثلج. انت ايه؟ قفلت الزجاج. سيبك من الزجاج. بعد ما قفلت الزجاج حصل ايه؟ بعد ما قفلت الزجاج ايوه اتحنكت. من ايه؟ فتحت الزجاج. ابوس ايدك سيب النور. سيب ده. وبعدين؟ تحت الزجاج. ايوه تحت الزجاج. الهواء السخن طلع. كويس. الثاني دخل. الثاني ايه؟ البارد الحلو. حصل ايه؟ ثلجت. حصل ايه؟ ثلجت. ايوه. بعد ما قفلت الزجاج. رحت منادي عليه. على مين؟ الهوا السخن فتحت الزجاج. قولك ايه؟ انا كسرت الزجاج. خلصني. كسرت الزجاج؟ ايوه. انا فتحت الزجاج التاني. سيبك من الزجاج. طيب. ابوس ايدك. انقل بعد ما قفلت الزجاج. بعد ما قفلت الزجاج. حصل ايه؟ قلت يا ربي. ليه قفلت؟ رحت فاتح الزجاج. ابوس ايدك. انقل بعد الزجاج. بعد الزجاج. ايوه حصل ايه؟ واحد بقى ايوه بنينتين منه مال. وقف عربيه سكه السته. ايه سكه السته خالص؟ اسمها سكه السته. ايوه سكه السته. قلت يا ربي ايه العربيه السريعه اللي واقفه دي؟ يا ساتر حد يوقف عربيه برتقالي كده؟ سريعه ولا برتقالي؟ انا بصيت من الشباك. ايوه لقيتها بيضه مخضره. بقول لك ايه يا وسيم؟ قلت الحمد لله. اي عربيه صفراء. طب بقول لك ايه؟ بلاش التكنيكالر ده. انقل. انا لما لقيت عينيا مزغلله. ايوه. رحت فاتح الزجاج. ايوه. ابوس ايدك نقلنا من الزجاج. طيب. دلوقتي في العربيه اللي سكه الست. عربيتي انا بقى كان نورها انطفى. ايه اللي انطفى؟ نور عربيتي. الشمعتين اللي في الفوانيس ساعه. انت حاطط شمع فوانيس العربيه؟ لا اصل هي فوانيس رمضان. حل اللي حله. كان الميكانيكي حله ورمضان ركبه. وبعد ما انطفى الشمع حصل ايه؟ وزعنا التورته وهابي بيرثي. العربيات الصغيره جت. العربيات الصغيره جت. كل عربيه خدت حته كاوتش ومشي. سلام. مين اللي لقيته زعلان؟ مين؟ الزجاج. ابوس ايدك. سيبك من عيد ميلاد العربية. ماشي. بعد كده حصل ايه؟ بعد كده ايوه عربيتي ما شافتش قدامها. ليه؟ ما هي قدامها العربية الصوت. العربية عربية الدشدشة. ايوه. وعاد بورتو. ازاي؟ بالمساحات يحكي. المساحات يحكي. لو عم مختلف. ايه؟ انت عارف العربية دي اللي تفسدها. تبقى بتاعت مين؟ وانت تعرف انا مين؟ انت مين يعني؟ قول معايا. محامي. عارفك محامي. ايوه. تم. اسمع. ايوه انت مين انا؟ غريب في البلد دي انما قسما عظما. ايه؟ ده انا ليه اتصرفت هند جمل. ازاي يعني؟ اوعى اوعى تتكلم معايا. ازاي يعني؟ مدير الامن بتاعته. مال؟ مدير الامن. مال؟ بيقف قدامي. ايه؟ اسكت. مش عارف.
واقف قدامي. ايوه اسكت خالص. حتى المحافظ خلينا في مدير الامن. لا المحافظ. مين المحافظ؟ لو افكر عملت ايه معاه؟ عمي وبعدين يا سلمان ما تقدر بقى شويه. راجل باين وفعلا قريب المحافظ ممكن يودينا في 60 داهيه. قريب المحافظ سايب الست دي. وسيدي جدي دي سيدي ما تسكت شويه. روح شوف العربيه لما طلعنا دي بقى وبطل بقى اسياح كده. والله انا جاتين. نفسي جاتين ابو نظار. اتكلم نفسك. شفته فين انا ده؟ مش من فصيلة البني ادمين. هو مين؟ دي اخر ليله. ايوه خد قوم طلع. هو طلع البطريق. يا سلام بطريق ايه؟ هو ده انت ربنا غضبان عليه. ليه؟ والله ما في دعوه تتعمل ليك ابدا. ازاي يعني؟ الناس كده تقول يا رب. وانت اخر ليله. يا رب ما بعرف اقول يا رب. اقول كلمه يا رب. اشوف مكملها منين. شوف انت عامل زي الضفدع اللي مطلعه ايديه. وحاجه غريبه وعينين لفيت عينين. انت مين اللي بوظيفك؟ عشماوي؟ اتولد عينين وبعد طلع جسم. ايه ده؟ يا ساتر يا ساتر. شبه الضفدع ميتها. حضرتك دمك خفيف قوي على بالك. والله انت اللي سمحه وشك سمح. ربنا يخليك. ربنا يكرمك. الله يكرمك يا رب. هو حضرتك بتقول انك قريب المحافظ؟ ايوه بس يعني القرابه ما اي حد ممكن يبقى قريب اي حد. امال امتى؟ لا 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 اكتر من القرابه. يا سلام. اها. ازاي؟ كده اهو انا والمحافظ. يعني ايه كده؟ كده اهو. يعني ايه؟ يعني اسكت. اسكت ليه يا مثلا؟ احنا مش سامعه المثل. ايه المثل؟ احنا قعدتين في شرط. قعدتين في شرط. قعدتين في شرط؟ ما نستعلاش على بعض. يقول لك فلان وفلان والنبي يكتب يستغنوا عن بعض. دول في شرط. والله يا فندم انا يعني انا ما سمعتش الحكايه دي. بس انا انت فاهمه شرط دي؟ لما ايه القعدتين دي؟ يا ستي يا ساتر. هو الواحد مش بيقعد؟ خلاص. خلاص ايه؟ كأن الاتنين قعدوا في شرط. والله؟ عشان ما تتمسكش علينا دي. ايوه خدت بالك. والشرطة بقى حسب القعدة بقى. ازاي يا فندم؟ في واحد قعدته على قده. لا الشرطة صغير. في بقى واحد بيبقى موسع في القعدة. الشرطة بقى غريب. غزارة في الإنتاج. بس احنا عشان احنا نتفق في شرطة واحد ساعات بنتهايق. ازاي؟ هو اصل المحافظ مليان مليان شويه. خش في الشام. أيوة. يزعم الدنيا. يا سلام. اخش انا بقى خدني معاك بقى. اوعى بقى يا ساتر. اوعى. ايه ده؟ الناس تقول ايه اللي قاعده بره وقاعده جوه؟ اوعى نتهانق. الشرطي يطبطب بقى. خلف معايا يا حبايبي. خلف معايا يا حبايبي. قول بقى خلف. على طول. عيد بقى. طب ما حضرتك ما دام المعرفه يعني صله قويه قوي كده. يبقى اكيد حضرتك تعرف بنت المحافظ بقى. بنت سننها واليوم الاسود اللي شايفه فيها. ليه؟ مش جايه فين على دي؟ مالك؟ جربة. ايه؟ جربة ايه؟ يا ده بنت المحافظ دي هي عقدته. عقدة مين؟ محافظ؟ صدقني بالله. لا اله الا الله. انا مره دخلت لقيتها عامله كده. ايه زعلانه ولا؟ انا افتكرت انها زعلان. قلت لها مش زعلان. امال ايه؟ دي مناخيرها. ايه؟ صوري بقى مناخير لوحدك ده. قليل يقول لها سلم على البيت. اهلا اهلا. روح يا دوب تشيل المناخير تنفخ راجع على طول كده. يبقى يا ساتر يا ساتر. وكان عندها انفلونزا يوم انفلونزا. شوف بقى لما المناخير دي كلها. خلاص عرفت عرفت. ايوه عرفت. يا ساتر والله حاجه غريبه. ومره برضه دخلت لقيتها عامله كده. عامله كده؟ قلت ايه ده متقلطه. قالوا لا ده عندها شلل.
عملية غريبة. خدي. يا حبيبي. ده حاجة غريبة. غلبانة أوي. غلبانة أوي وبعدين بقى. إيه؟ على الريحة بتاعتها. إيه ريحتها إيه؟ بس حطت لونيا ثلاث خمسات ودي حتى ثلاث بصلات. إيه ده إيه ده؟ وبعدين بقى بيني وبينك أبوها بقى. آه. اللي هو المحافظ عامل محافظ عليهم بره. أيوه. إنما أنا عشان صداقة قال لي اسمع يا ابني. إحنا حبايب. وطالما إحنا حبايب. يبقى نراعي اللي غايب. ومين اللي كان غايب؟ انت. انا؟ قصدي اختك. اختي؟ قصدي مين اللي كان قاعد في القعده معانا؟ الله انت مش قول انت مش حضرتك بتتكلم عن المحافظ؟ لا انا بتكلم عن ما تجرجرنيش والنبي عن المحافظ اعملي معانا. لا انا عايز اعرف الحكايه. بص بقى. ايوه. المحافظ قال لي اسمع يا ابني. ايوه. انا هموت. يا سلام. كلنا هنموت. وانا عاوزك تحافظ على بنتي. والله قلت له ازاي؟ قال لي انت تتجوزها لغايه ما ابن الحلال يجي. يعني ايه تتجوزها لحد ما ابن الحلال يجي لها يعني؟ انا قلت له ده كلام يا راجل. ده كلام يا راجل. قال لي اسمع كلام ده انا بقوله لك نوع المطور بره. ليه؟ لان لو مطور بره مش هنعرف ندخله جوه. هو ايه ده؟ الكلام اللي طلع. كلام ايه؟ اساسا اللي طلع واللي دخل مفيش حاجه طلعت اساسا. انت قلت حاجه؟ لا انت مش فاهمه. طيب مش فاهمه حاجه. انت بتقول ايه؟ بتتكلم عن ايه؟ المهم قال لي شوف يا ابني. الكلام ده كان يوم اربعه. يوم اربعه. فاكره زي دلوقتي. ايوه يوم اربعه. صلينا الجمعه. الجمعه ايه اللي صليتوها؟ انت مش معايا. انت مش فاهمه بيا. يعني انت حد يصلي الجمعه يوم الاربعه؟ المهم. لا اله الا الله. قال لي اديك شاهد اهو. ايوه. وحياه ده اليوم المفترض اللي بيجي في اول الاسبوع. الكلام بتاع يا ابني ده انا ما اضمنش يمكن اموت. الكلام ده كان بالليل. في عز الفجر يا اختي. والقالي في الباب بيخبط. اصحى. قلت له في ايه؟ اسكت. رحت ساكت اليوم. جبت بجد يعني؟ المحافظ بقى قال لي ايه عملت ايه في البنت؟ قلت له انا ما عملتش حاجه في البنت. قال لي يعني ايه؟ المهم شوح في وشي. انا شوحت في وشي واتهنينا وشدنا مع بعض. يا راجل اول ما شدنا مع بعض الناس دخلت. قال لي يا اخوانا انتوا صحاب مش كده عيب؟ طبعا. لا انتوا تعملوا قعده عرب وناخد حق عرب. يا راجل ايه ده؟ انت بتقول ايه؟ والله العظيم انت انا مش عارف بحكي لك ليه. انت بتحكي لي ليه يا اخي؟ انت بتحكي حاجه. انا بحكي سراير بتاعت الناس. اسمع اسرار. ايوه. ده انت مال عليك؟ ولا والله ولا تعرف حد ولا فاهم حاجه. سنتك. طب اقول لك اي حد في عز المحافظ انا اجيب لي تاريخه. نبي اي حد جربي. طب ماشي. مش انت تعرف المحافظ؟ اعرف واعرف قلت واحد واحد. ماشي اكيد بقى ما دام عارف المحافظ يبقى تعرف وفيه. ايه؟ ما دام تعرف المحافظ يبقى تعرف وفيه. وفيه؟ لا بقى معلش. إيه؟ فكريني وفيه مين؟ تعرفش وفيه؟ لا انا عارف برضو العيله بس وفيه مين؟ وفيه اللي لما كان بي ايوه وفيه ايوه مشبك موني تاني. وفيه اديني اماره. وفيه لما كان يبقى قاعد المحافظ يبقى قاعد على شماله. أه؟ يبقى هو قاعد على يعني المحافظ قاعد والتاني قاعد على الاهو. لا هو ده نوع جديد من الكراسي. لا ما تقول الراجل بيبقى قاعد ده والتاني قاعد على الاهو. على يمين وعلى يمين على يمين وحاطين الاهو. لا مفيش اهو خالص. وفيه اتو يا سيدي التاني وفيه. ايوه التاني وفيه. وده ده اولاني عشان تقول التاني وفيه مين؟ وفيه اللي لما كان بص ايوه في العيد لما كان في عند المحافظ في حفله ساعتها لما دخلت الله اتضح انه هو مش بتاع المحافظ. ده حد بيوديه له في العيد ولا وفيه؟ في مين يا ستي؟ وفيه يا راجل. وفيه يا راجل. الله بنت حسن عبدين. مش قصدك على وفيق. امال مين بقى؟ البطريق. يا ساتر يا راجل. انت بتضحك معاه؟ بضحك معاه. ده لذيذ جدا ودمه خفيف.
جيبني دي كباتي. كباتي ايه؟ كباتي ايه؟ ده الكباتي العربية بتاعتي. ده الكباتي؟ ايوه. كباتي العربية بتاعتي؟ هي العربية دي اللي كانت واقفة في السكة؟ ايوه. واقفة تتسلم معايا؟ الله. قسما عظمة. ايه ده؟ ايه ده؟ انا ما اتجيش اوقات. ايه حصلت؟ شوية دربش عليا. يا ظابط. والله يا ظابط. والله يا ظابط. يا سلام. يا ظابط تعالى. يا سلام. ده اللي كسر عربية الأنسة. هو ده اللي كسر عربيتك على جسمك؟ ايوه هو ده. تعالى هنا ده انت وعدك سودا. احترم نفسك. ايه؟ احترم نفسك على محامي وليا حصانه. والله السماء السد دي هالغلطان ما كانش حقي يجي. انا مش في الغربه. لا هصعدها هوصلها للمدعي الاشتراكي. والله لا بهدلكم. والله لا بهدلكم. حقي من الانسه. هبهدلكم يعني هبهدلكم. هي دي اللي كسر. تعالى هنا يا ست انت. تعالى هنا. حاضر. انا اسف جدا يا فندم. انت ما تعرفش مين دي؟ يا طبيعي يعني. دي الانسه زينب بنت سياده المحافظ. انت المحافظ؟ ايوه بنت المحافظ. مش انا رحت في ايه؟ قول معايا. انا معاك. معايا. 5 و6 بكام؟ 30 2 60 60 داهية.